السلام عليكم خوتي اخواتاتي المشاهدين مشاهدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نهاركم مبروك، تكونوا ان شاء الله ديما 5 5، تكونوا ديما في الصحه بخير ان شاء الله يا ربي. تحيه لخوتنا المغاربه فين ما كانوا، داخل وخارج الوطن. تحيه لخوتنا الجزائريين، خوه بلا عداوه، لخوتنا توانسه كاملين. كنطلبوا من الله يا ربي بعد علينا هذه الحرب، يا ربي بعد علينا هذه المشاكل على الامه الاسلاميه كامله. وكنشكركم بزاف على الناس اللي دخلوا عندي جداد، اللي كانوا عندي قدام، كلهم عزاز، تحيه لهم كاملين. شكرا على الكومونتيرات ديالهم الزوينين، شكرا على التفاعل ديالهم، شكرا على البارتاج، وشكرا على الديزلايك، شكرا على الكومونتيرات السلبيه، شكرا لكم كاملين، شكرا اللي عاير، شكرا اللي ما عايرش، كاع اللي دار شي حاجه شكرا ليه بزاف. ايوا كما كتشوفوا اليوم خرجت ماما وولادي، كندورو شي شويه، وبنتي الكبيره راها القدام جالسه. المهم كندورو شي شويه، كنتسارى وكنتفوج، قنطنا في الدار. واليوم كما قال مداري قنطو، قال لك ماما خصنا نخرجوا حتى حنايا، وخرجت وليداتي. بقينا غير كندورو، كنشلو شي حويجات هكا وكندورو من هنا دور من هنا. ايوا هادشي اللي كاين. دابا حنا غاديين لدويرتنا، كنت دزت على خالتي، مشيت شت خالتي مسكينه وفرحت بيا، عيط ما تجرني، قالت لي دخلي للدار، قلت لها ماشي دابا نهار اخر، دابا دزت غير نسلم عليك ونشوفك. هاد خالتي حنينه معايا بزاف، ظريفه وعزيزه عليا في المرتبط ديال الام ديالي والله اكثر. فيها خالتي، فيها صاحبتي، فيها اختي، فيها كل شيء، يعني واحد الخاله. كاع خوالاتي زوينين زعما الصراحه، كاع خوالاتي امي اللي خرجت فيهم مفروحه في عقلها، ما خوالاتي تبارك الله عليهم كلهم عسل والله العظيم. انا كنقول نيشان، انا اللي بغى يبغيني، اللي ما بغاش يبغيني يدبر راسو، اللي يحبني يدبر راسو، اللي ما حبنيش لهلا يحبني، اللي كيكرهني الله يزيد له الكره على الكره، دبر راسو كل واحد وعقله. انا كنقول نيشان، ياك في ولدي كنحط عليه فيديو نيشان، انا ما داز لي حد من هنا، ما خرج لي حد من هنا، ما كيصرف عليا حد، ما كيعطيني حد الخبز، واللي كيعطيني شي قفه يحيدها ليا. هادشي اللي كنقول، اللي كيصرف عليا كيعطيني بطاطا يحيدها ليا. انا نقول الحق اي واحد، انا اللي كيقول الحق كيقولوا لي هبيل. كما قلت لكم خوالاتي اللي زينها سلعه، مخيرين، مربيين، متخلقين. ما نقولش لكم واحد خوالات، ما نقولش لكم حلوين عسل، قسما بالله ماشي غير في وجههم اللي كنقول ولا حكايه، لا انا كنقول الصراحه خوالاتي الله يعمر لهم الدار. هادشي اللي كاين. لا حنا الام ديال الوالده ديالي، المهم الله يعمرها دار ونعمه المراه. ما نقولش لكم من الشوطيه كضحك، جلسوا معاها ما تقنتكمش، قلت لكم غير بالضحك دايره بحالي والله العظيم، واخا يكون عندك العزه غادي تضحكوا. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. المهم كاينين شي والدين الله يعفو عليهم، حتى هما ما كيعطيو قيمه لولادهم، ما كيعطيو لا اللي براني لا اللي ما برانيش، راك تما طرق وصافي بقر مو مقوم غنقرون، الله يستر ربي الله يستر، ماشي كنعمم لا. المهم هذا الفيديو درتو نقول لكم على امي حليمه مسكينه، قناه محبوبه، الله يشافيها، الله يجيب لها الشفاء، ويا ربي تكون معاها، يا ربي تخليها لوليداتها ونعم المراه. واحد الام ما نقولش لكم، انا ما كنعرفهاش اخوتي، انا ما عنديش معاهم يعني شي علاقه ولا شي حاجه الا، ولكن واحد الخطره شحال هذه اتصلت بها في التليفون، هضرات معايا، ماشي عندها التليفون هي لا، التليفون ديال ولدها. ما عاد سميت هذا الولد حتى يكون على برا، ماشي هذا اللي جاي عندها دابا سميتو محسن ولا ما عاد شنو الاخر، ودوزها لي. المهم خديت النمره ديالو خصوصا غير باش نهضر مع امي حليمه. المهم صون عليه ولدي الاول وقال لي انت واش ولد ولدي ولد خالتي حليمه، قال لي قال لي عافاك دوز خالتي حليمه لماما، راه بغاتها ماما، قال ليها واخا ودوزها ليا، وهدرت معاها. ما نقولش لكم اخوتي المشاهدين ديك المراه عسل، قسما بالله الا عسل،
قلت لها راه يلا ما تمي وقت نبكي. قلت لها عيت لها وصافي في سبيل الله عزيزه عليا هكا غير حبيتها لله. قالت لي يا بنتي واخا ما قلتلك الام ديالك انا الام ديالك الثانيه. والله العظيم كبرات في عيني فاش قالت لي هكاك. وشحال من خطره كنت نتمنى نمشي نشوفها وما مشيتش. ان شاء الله شحال ما بقى غادي نمشي نشوفها. وداك المراه عند كم حليمه ومي نعيمه البدويه قسما بالله لا ما نقولش لكم الامهات لولادهم ما نقولش لكم. كما قلت لكم ماشي كنعمم. الله يشافيها الله يجيب لها الشفاء الله يزيد فرحتها يا ربي تشافيها في هاد العواشر لوليداتها. شو كي كدير لولادها كتعاملهم كاع بحال بحال كاع كتحبهم كاع كل واحد بلاصتو كل واحد. ما نقولش لكم ماشي امهات لا حول ولا قوه الا بالله. ولادهم ما كيعتبروهمش ما كيحسبوش عليهم ما كيبغيو ولادهم لا ولادهم عادي يبغي ولادهم عادي يبغي ولاد ولادهم. ودي غنسكتو حسن حيك لجينا نهضروا مشكله لا جينا نهضروا حريره ماشي غير حريره بساره الروينه باناشي. اللهم نسكت نصدفهم ونسد دردوري حسن كيما قال اللي قالها غنسد دردوري غتخرج لي حسن حيك لا بقيت تنهضر كيتي. اي ولا حول ولا قوه الا بالله. كل واحد يخلص الله على قد حال نيتو. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم اخوتي كنشوف الناس كي كيديروا على حفاظهم كيحماقوا على حفاظهم كيموتوا على حفاظهم وانا غير تنشوف كنقول سبحان الله العظيم كتجيني عجب حكايه. حتى واحد ولادي ما كيدير عليهم بحال هكاك. حتى واحد ما كيبكي على ولادي ولا خليتها يبكيوا على والديهم عاد يبكيوا على ولادي. ودي لا اله الا الله. واش حساب لكم المشاهدين الناس كاع بحال بحال؟ واش حساب لكم الامهات كاع بحال بحال؟ الامهات كاينين شي امهات غير بالوجوه والله العظيم. هذاك عزيز ولادو عزاز هذاك ما عزيش ولادو ما عزازينش. ودي الله يهدي ما خلق راه طال عند الله يتحاسبوا على هذا الشيء اللي كيديروا. بنادم خص يكون عنده وجه واحد خص يكونوا كاع بحال بحال ماشي هذاك حسن وهذه لا. ودي نعلو الشيطان هذوك اللي كيديروا هكا. هذوك اللي كيديروا هكا والله العظيم اش غنقول لكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنشوفوا كل شيء بالعينين ولكن لا قلنا لشي حد شنو كاين. تيقول لك راكم هبال اللهم تنسكتوا حسن الله نبقاو هبال حسن. دابا انا لا شفت شي حاجه تنهضر هكا كنقول شي حد شوف هذا تيقولوا لك لا انت هبيله. انا هبيله واش اللي هبيل طيشرف واش اللي هبيل كيعرف اش تايقول واش اللي هبيل قاس في دارو واش اللي هبيل مسير مصروف وطي ياكل ويشرب وهذا ودين علو الشيطان. هادو اللي كيقولوا انا هبيله هادوك اللي هبوا اللي ما تيشوفوش عورين. ندير عندي شي كلام كاين عندي هنا شتو عندي شي كلام عندي شي ما نقول واحد ليا هنا وشي نهار غنطرق قلبي لكل شيء غنطرق عاد المرض. ودي لا اله الا الله وصافي لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يهدي شي امهات على ولادهم ما يديروش الفرزيات. راكم شرفتو ماشي بقيتو ديال الفرزيات نعلو الشيطان. اولادكم كاع بحال بحال ماشي هذاك حسن من هذاك. سيروا التقي والله سيروا التقي والله. راه كنهضر راكم عارفين مع من تنهضر. ايوا با حلوا عليا حلوا فمكم تماكو الله ينعل اللي ما يحشم كما قال لي قالها. ودي غادي نسكتوا حسن حيت لا بقيت تنهضر غادي في فيديو فيه 99 ساعه ما يتسالى حتى السيمانه الجايه. والله كتشوفوا شي مناظر اخوتي صافي ما تا الفيديو تنمل نهز الفيديو ندير الفيديو تنقول دابا نقول شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. اللهم ما نديرش اللهم نسكت حسن. ايوا لا اله الا الله ام حليمه الله يشافيها ومي نعيمه البدويه حتى هي كانت عيانه شويه الله يشافيها. هاد العيالات هادو عزازين عليا عيالات في بلاصتهم مكافحات. اش غنقول لكم ما نقولش لكم نعيا ما نقول ما نوصفهمش لكم. عسل 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 يا ربي تجيب لهم الشفاء يا ربي ام حليمه يا ربي تشافيها يا ربي تخلي لها وليداتها وتخلي لها صحيحتها. ايوا هادشي اللي غنقول لكم اخوتي المشاهدين. استناو اختكم زينة تاع الفيديو الجاي وباي باي.
We'll be right back.